السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. أحمد الله سبحانه وتعالى فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم واللطف المتبادل، وأعني باللطف دقة الإدراك، أعني باللطف أن تعرف ما يعاني منه الآخرون أو ما يعيشه الآخرون بدون أن يصرخوا به، بدون أن يصرحوا به. هذا هو أدق معاني اللطف، ولذلك اللطف بمعنى الخفاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شخصية ونفسية أبي بكر دون أن ينطق أبو بكر، وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة الأولى ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من السنة العاشرة أو الحادية عشر، يعني اقتربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته مجموعة من الإرهاصات تدل على أن مهمته اقتربت من نهايتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وفي أثناء الخطبة قطعها وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عنده. يعني أن العبد اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يريد هذه الحياة الدنيا. فهنا أخذ أبو بكر الصديق يجهش بالبكاء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة: ما بال هذا الشيخ الكبير يبكي مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما دروا أن أبا بكر كان أفقههم، لأن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما اختار ما عند الله يدل ذلك على أنه قد قربت وفاته وانتهاء مهمته. أما اللطف الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق فكذلك في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموع من أصحابه، وفي أثناء هذا اللقاء وإذا برجل قادم من بعيد، فلما اقترب وإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أخذ بطرف ثوبه وقد بدا شيء من ركبته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق أبو بكر ببنت شفه إذا صح التعبير، قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. أبو بكر ليس على عادته، أبو بكر حصلت بينه وبين أحد خصومة، عيناه تنطقان، حاله ينطق. فما أن اقترب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا به يصدق ما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه كانت بيني وبين أخي عمر بن الخطاب خصومة. وهذا يدل على أن الصحابة بشر وليسوا ملائكة، يخطئون ويصيبون، لكن سرعان ما يفيئون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى شرعه. وإني ندمت فذهبت إلى عمر وقلت له أن يغفر لي فأبى، فجئت إليك يا رسول الله. وما هي إلا لحظات حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عمر ندم أنه رفض أن يسامح أبا بكر الصديق، فذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر. أين أبو بكر؟ قالوا: أبو بكر غير موجود. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عنده. فما إن جاء عمر حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وبدأ يدافع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول: إن الناس كذبوني وإن أبا بكر قد صدقني، وإن أبا بكر قد واساني بأهله وماله، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو بكر الصديق: فجثوت على ركبتي وبدأت أقول: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. يريد أن يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المخطئ يا رسول الله، لا داعي لأن تغضب هذا الغضب الشديد وأنت النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، يدافع عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول راوي الحديث أنس بن مالك: فما أغضب بعدها أبو بكر أبدا. إذن هذا اللطف المتبادل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.